وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري، أكدت على أن البحرين مستمرة في تكثيف جميع الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبة الجميع بالالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني. الحذر، والحذر واجب من تجمعات العيد، سواء بين الأهل أو بين الأقارب أو بين الأصدقاء، في البيت أو خارج البيت. ديننا وقيمنا تحثنا على أن نكون حريصين على سلامتنا وسلامة الآخرين، سلامة أهلي وأهلك. نبتعد ونلتزم بالتباعد الجسدي ونترك مسافات بيننا وبين الآخرين، وخاصة إذا كان عندي في البيت كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة. كما يجب أن نكتفي بالسلام، نمتنع في هذه الفترة عن المصافحة، هذا أمر جدا مهم. يجب أن نلتزم بلبس الكمامات، وخاصة في الأماكن العامة، ممكن فترة العيد الواحد يطلع من البيت، وهذا أمر كذلك واجب. إذا كان هناك عطس أو فيجب تغطية الفم والأنف، خاصة عند السعال أو العطس. مهم جدا أن الشخص إذا كان ليس لديه يعني ضرورة أو حاجة يظل في البيت، فهذه من الأمور الهامة واللي احنا نحرص ونأكد على الجميع أن يتخذها، خاصة أثناء هذه الفترة، فترة العيد.